أحمد السعري، أسطورة المسرح المغربي الراحلة. من منا في عالم المسرح المغربي لا يعرف أحمد السعري، موسوعة مسرحية وثقافية متنقلة، وهو من رواد المجال المسرحي. ازداد سنة 1940 بالدار البيضاء، بدأ مشواره الفني في سنة 1956 في عمر 16 سنة مع فرقة تضمن أبرز نجوم المسرح المغربي، نذكر منهم الطيب الصديقي، أحمد طيب العلج، محمد عفيفي، وعبد الصمد الكنفاوي رحمهم الله. في سنة 1965 عين كأستاذ للمعهد البلدي للموسيقى والرقص والفن الدرامي في الدار البيضاء، وقد ساهم في نجاح عدد من تلامذته ليصبحوا ممثلين مسرحيين كبار في المستقبل، نذكر منهم الحسين بنياز، عزيز سعد الله رحمه الله وزوجته خديجة أسد، وكذلك ميلود الحبشي والمزيد. هذا المولود في حي درب سلطان، والذي مر فيه بمدارس قرآنية وكذلك مدارس عمومية، عمل أيضا جنبا إلى جنب مع الأخوين البدوي مصطفى الدسوكين وعبد العظيم الشناوي في أيامه الأولى. كان العمود الفقري للمسرح البلدي للدار البيضاء تحت إشراف الطيب صديقي من سنة 1964 إلى سنة 1977. كان ضليعا في الأعمال الداخلية للمؤسسة لدرجة أنه كان من الصعب الاستغناء عن خدماته للأحداث المسرحية المنظمة في المملكة. حسن النفالي الذي كان رئيسا لنقابة الفنانين المسرحيين المغاربة يصفه بأنه الأب الروحي لجيله ومن سبقه ومن خلفه من المسرحيين المغاربة. كممثل ظهر أحمد السعري في العديد من المسلسلات المغربية، لديه أيضا مشاركات في الأفلام الروائية الأجنبية لصالحه. باختصار، مهنة غنية بقدر ما هي رائعة، لكنها مع ذلك لم تقلب رأس رجل ظل مخلصا لمبادئه، لقد كانت الزيت المثالي للبساطة. شارك أحمد السعري خلال مسيرته الفنية الحافلة في مجموعة من الأعمال المسرحية الكبرى كممثل ومشرف على التنظيم، ولا سيما إلى جانب الراحل الطيب صديقي من قبيل من حمت نحن. ملحمة العهد الأولى والثانية. ورسالة الغفران ومقامات بديع الزمان الهمداني. والحراز
ومدينة النحاس وبنت الخراز، كما يحفل سجل الراحل بالعديد من الأعمال التلفزية، ومن بينها ثمن الراحل وميتاجا تجاوب تدوي وما الشاب لها جابت الوقت لما ضربتيها إمتى وفين وتخرج من الصورة أنا وميتاجا ودزنا على مريم بنت مولاد حنة اللي معهم مدى فاتي حياتك دابا جينا الموضوع ليش هذا ولقينا نطيبة من واحد هناك كمل شد فيها وما عطتنيش بسين دوزها شي تحاميت عليها رجل اللي حميتي عليها قلتي ندير حجه وزيره تركتي بالزيطيم ياك هاد السيد هذا اللي شارقتي معاه شفتي شافك وجهو كيفاش داير الى جانب مشاركتي في اعمال سينمائيه دوليه من قبيل الرساله اما بخصوص حياته الشخصيه فهو متزوج ولديه ابن اسمه محمد وابنه اسمها نادية ويرجع لهم فضل الاعتناء به طيلة فترة مرضه مرحبا بك حدثينا شوية على الحالة الصحية ديال سي أحمد الصاري فين وصلت بنتي ها قال لك بنتي تفضل الحالة الصحية ديالها شوية كتحسن ولكن مع العلاج مع الكونترول اللي كيمشي يديرو من 3 mois في الرباط الدواء ديالو راه كياكلو كانوا شي لي دابا بغات كيديرهم كاين شي دواء اخر حنا كنعطيوه ليه كاين شي كاين من حاله هي هي يعني غير الدواء اللي كيكالم بصرف سي احمد الصاري كي وليتي شويه كلم كي ولات صحيحه قال لك واش كبقيتي واش شويه كيف بقيتي شويه دولي سلطان قال لك كيف بقيتي قال لك كيف بقيتي بسلام غير هادشي هادي هادشي ما كنقدرش نديرها وهادي مزيانة وهادي ما كنقدرش نديرها الله يجيب الشفاء سيدي احمد ما كنقدرش ندير هذا الرجل بالنسبه للتكاليف الماديه وهذا شكون اللي تيعاون سيدي احمد النقابه واش دار شي تدخل واللي كان واحد من الفاعلين فيها ترويد ترويد جاوبني على سؤالي بالنسبه للنقابه كاين تدخل من عندهم والتكفل غير العائله ديالو هي اللي مكفله فيه وافت المنيه الراحل احمد الصاري يوم 22 شتنبر سنه 2019 في بيته بالدار البيضاء عن سن يناهز 79 سنه بعد صراع مع المرض وفق ما نقلته تقارير محلية عن أسرة الراحل وقد كانت عائلة الفنان قد تحدثت خلال الفترة الأخيرة من معاناته مع المرض وتراجع وضعه الصحي مؤكدة أنه اضطر لمواجهة المرض لوحده فقد كان يعاني من شلل نصفي نتيجة ارتفاع ضغط الدم بالإضافة لفقدانه القدرة على الكلام بحق خالي صعري أنه كان شمعة كيضوي على الناس وكيحرق راسو هذه اللي غادي نقول لك هذا الشيء اللي كاين ومع الاسف كاين بزاف ديال الناس اللي ما زاروش بزاف ديال الفنانين وكنبقى فيه الحال بقى فيه الحال بزاف من جيتهم كيبغي غير الزياره وما كانتش كان القليل ماشي غادي نكرو ونقولوا لك كان البعض اللي كان كيجي كيسول ايوا وانا لله وانا اليه راجعون الدوام لله حاج احمد السعري واحد الانسان اللي كان طيب ومتخلق وجميع الاوصاف الحميده كانت فيه عشره طويله هو النسيب ديالنا من العائله ديالنا عشره طويله وعلاقه طيبه مع جميع الناس للاسف الشديد عطى مخدر والو وانا مرات عديده طرحت لهذا المشكل هذا ديال هذاك السيد اشعطه وحتى حد ما داها فيه وحتى حد ما سول عليه ولا الا القليل جدا من الناس اللي كان هو سبب ليهم فاش الوصول ديالهم اللي خذوا الشهره وخذوا واحد المكانه كبيره للاسف الشديد انا من العائله
ولكن كانت عندي علاقه طيبه به وكان تنخرج معاه وكنت انا من الناس اللي كانوا تيخرجوا منين مرض ولا قابط الارض في سميتو في الدار ولقى وليداته وليداته الله يكثر خيرهم والله يحفظهم والله يعني ما لقيت شي دعاء لا ما والو. الفن اللي ضحى على قبله ما كان والو حتى شي حاجه. هو انسان كان هو انسان مترفع ما تيتسناش شي واحد يمطيليه ولا هذا. خصو هو تجي واحد الحاجه بواحد الطريقه اللي هي مشروعه واحد الطريقه اللي هي مقبوله واحد الطريقه اللي ما كانش نهائيا. مع كامل الاسف كاين الله صافي مشى هو مشى السعري وغيمشيو فنان اخرين وغادي يكون نفس المصير. انتي الحمد لله لقى وليداته ولقى هاد الناس جيرانه ولقى العائله ديالو كانوا هما السند ديالو الوحيد. الله يرحمه ويوصلنا ليه مؤمنين وانا لله.